في حديث يا شيخ آآ 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 الذي ورد عندما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي فقال ثلثها نصفها كلها المراد بالصلاة هنا الدعاء المراد بالصلاة هنا الدعاء أي كم أجعل لك من دعائي فإذا جعل دعاءه كله للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل نعم